السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بإشراف لجنة الطوارئ في المجلس المحلي التي تنعقد كل يوم، تم تقرير أو إقرار فعالية التي من خلالها هي فعالية تبعوية طبعا، اللي من خلالها يتم توزيع الكمامات والمعقمات للأهل الخارجين من خارج البلدة وكذلك الداخلين إلى البلدة. طبعا هو مشروع أو هي فكرة توعوية أكثر، من خلالها طبعا لجنة المتطوعين مشكورين يشرحون لأهل أو لداخلين داخل القرية بأهمية الالتزام بتوصيات وزارة الصحة، أهمية الالتزام بوضع الكمامة، أهمية الالتزام بالتعقيم الدائم لليدين وكذلك للجسم. فهي فعالية من سلسلة فعاليات سوف نقوم بها قبل شهر رمضان وخلال شهر رمضان المبارك. من هنا أوجه تحية وشكر كبير جدا للإخوة المتطوعين الذين يعني أتوا على حساب وقتهم وعلى حساب بيوتهم وتطوعوا بأنه يكونوا ويقفوا هون خلال هذا النهار ويوزعوا الكمامات ويشرحوا للناس عن أهمية النظافة وأهمية التعقيم وأهمية المحافظة على جميع التعليمات. بالتالي أتمنى السلامة والخير لأهل بلدي الأعزاء، نتمنى السلامة والخير للجميع، وإن شاء الله بتمر هذه الأزمة بسرعة وترجع الحياة العادية. السلام عليكم، بس حابب أوجه كلمة شكر للجنة الطوارئ في البلد على العمل الرائع اللي قامت فيه في عدة مجالات، ومنها اليوم اللي هو توزيع كمامات ومعقم على كل شخص في القرية أو من خارج القرية. عمل جدا مهم، اللجنة بتقوم كثير أشياء اللي هي جدا مهمة في القرية أو المجتمع العربي بشكل عام. من هون بتوجه لكل شاب ولكل صبية في القرية أو كل شخص بيقدر يساعد أو يتطوع، فإحنا موجودين أو اللجنة موجودة عشان نقدم كل إشي لهذا المجتمع، بس إن شاء الله بنلقى بالخطوة على خير ونرجع لحياتنا الوضعية. בוקר טוב לכולם, אנחנו במאמץ המשותף למלחמה בנגיף הקורונה. כל הגורמים שפועלים פה על מנת לתת מענה לתושבים, אנחנו כאן בשבילכם. אנחנו מבקשים להדגיש את המחויבות של כולם להישאר בבתים, לשמור על עצמכם, בחוג המשפחתי המצומצם. המחויבות של כולם לטיפול ושמירה על ההנחיות בסוף תיתן את המענה. נמשיך לשמור את קאוקאב מקום נקי, שקט ושלם. أفراد شرطة مسقب متواجدين هون في قرية كوكب وليجا من أجل حماية المواطن، وخاصة في هذه الظروف الموجودة وتفشي فيروس الكورونا.